حوض. تقع القرية على سفح تل وسط المنحدرات الشمالية الغربية لجبل الكرمل، وتشرف على السهل الساحلي وعلى بساتين الزيتون مع إطلالة على البحر الأبيض المتوسط. وفيها قلعة صليبية من القرن الثاني عشر. كانت هناك طريق فرعية تربط القرية بطريق السهل الساحلي العام. وفي أواخر القرن التاسع عشر كان عدد سكان القرية 50 نسمة يعيشون على الزراعة، وكانت البيوت مبنية من الحجارة. وعندما كبرت القرية انقسمت إلى حارتين شرقية وغربية، وكان في القرية مقهى ومسجد ومدرسة للبنين، بنيت عام 1888 ومعصرة زيتون، وكان فيها أشجار من الخروب والزيتون. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج على الطاولة. برنامجنا يوم عن يوم عم بتطور، عم بيصير كتير مثير. اليوم معاي إنساني بتجنن. أنا حبيت أدعيكي اليوم لأنه حسيت من متابعتي لإلك في إشي لازم نحكي فيه، وبخص المرأة وبخص الجمال وبخص الأزياء وبخص الحرية. معانا المستشارة الشخصية ستايلستة صبرين حسون طافش. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، رمضان كريم. رمضان كريم. بس قبل ما نبدأ، في معانا هون مرأة بتجنن. سيطرنا إحنا طبعا. أنا بس يعني بحس إنه لازم تسيطروا، لأنه نقولنا آه ونقولنا لا، في إشي اللي هو موجود من كل الوقت، من قبل، من زمان 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 زمان، اللي المعاملة معه أنا برأيي إنه مش في غباش، في غباش من الطرف الآخر لا 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 للإشي اللي هو المرأة. يعني اليوم أنت اسأل أي شخص شو مرأة، ما هي المرأة، ممكن يعدد لك كل الصفات الحسنة، الأم، المدرسة، اللي بدك إياه، الحنية، بس ليش متعامل هيك مع المرأة؟ بس قبل ما نبدأ بهذا الموضوع بدي أحكي مع الشيف عفاف، تقولنا اليوم شو محضريت لنا لمائدة رمضان. تحلي اليوم طبات الرافائيليو، وأنا بعرف إنه صبرين طبعاً صديقتي وأنا بتابعها. حبيبتي. رائعة. بتحب كتير هي جوز الهند. كتير بحب جوز الهند كتير. رح أحشيه بجوز كمان بجوز، وكمان هاي تحلي رح تكون على الطاولة برمضان وعلى العيد، سريعة كتير، سهلة، وعشاق جوز الهند رح ينبسطوا فيها كتير. إسا الوصفة صعبة ولا هو هيني؟ ولا أسهل من هيك. ولا أسهل من هيك. ما هو كتير. أنا دائما زي ما قلت لك إنه في هذا التذمر، إنه نفوت على المطبخ نعمل ولا إيش ومش لإيش، بس بالآخر بيطلع كله بعشر دقايق ربع ساعة بتساوى. طول خاص وصفاتنا لهذا رمضان كتير سهلة وصفاتنا. وحتى إذا بكون صعب بحس عفاف بتسهل الأمور. آه طبعاً. تعملوا سيمبل على الآخر. أنا كل الوقت بالبرامج بالحلقات اللي عم نصورها بقول يعني إنه الحلقة عبارة عن نص ساعة وبتطلع لك بأحلى طبق. وبأحلى طبخة وبأحلى تحلية. لأنها خبيرة. خبيرة حبيبتي. طيب صبرين، أنا مش حابب كتير أفوت بتفاصيل عنك. طبعاً أنت ماشي بخط أنا بالنسبة لي جميل جداً اللي افتقدته كتير سنوات، وفجأة أنا بلاقيكي موجودة وماشي معاكي كتير نساء اللي حسوا إنه أعطيتيه النفس. صح. شو رأيك تحكي لنا عن هذا الإشي؟ صح. من ضمن أعمالي بالورشات وبالمحاضرات بمجال ستايلينج والتنسيق الشخصي بقابل كتير شرائح من النساء، وبكتير طوائف وبكتير بلاد. يعني أنا ببلش ببير السبع بخلص بالجولان، فبمرق قدامي كتير كتير، بمرق عليه كتير صبايا، وبلاقي إشي واحد مشترك إلهن كلهن، وهو كل موضوع معايير الجمال أو العقليات المسبقة والعقد اللي بنربى عليها، بنربى عليها، وكمان السوشيال ميديا والميديا كمان بتغذينا الإشي على مدار سنين، وهو كل قصة الصورة الذاتية، كيف أنا بنظر لنفسي،
بنية الجسم تبعتي إذا أنا ملانة ضعيفة، قديش هذا الإشي بيشغلهن باختيار الملابس. وللأسف بشوف إنه معظم من الصبايا اللي بتمرق عليها حتى الضعاف مش بس الملانات بحس إنه مش راضيات بجسمهن، مش راضيات بالشكل تبعهن، بدهن يغيروا هون، بدهن ينصحوا من هون، بدهن يضعفوا من هون، بدها تعمل بشعرها هيك بوجهها هيك، بحس دائما بدوروا على البرفكشن أو على الإشي اللي هو متكامل. برأيي فيش هيك إشي، والمتكامل برأيي مش حلو. بالعكس الحلو إنه يكون مرات هاي الأشياء اللي بتدل إنه إحنا هيومنز بالآخر، إحنا بشر وفينا الحلو تبعنا وفينا اللي مش حلو تبعنا، والحلا هو إشي طبعاً نسبة ذوق. فهذا الإشي بشوفه كتير، ولما بعطي الورشات تبعوني بشتغل معهن على إيش؟ إشي واحد، ثقة بالنفس، تحبي حالك بكل وزن زي ما أنت شايف أنا مش ضعيفة، بس أنا كتير عندي ثقة بنفسي، بحب جسمي، بحب كيف اللوك تبعي، وأحلى إشي ممكن نلبسه ومش راح تلاقيه ولا أي ماركة، وثقتك بنفسك بالآخر. أنا بفكر إنه اللي أنت عم تحكيه هي كلمة الثقة بالنفس، يعني في شغل عليها صح، يعني لازم ينشغل عليها عند الناس إن كان نساء أو رجال، لأنه كمان في رجال بحسوا هذا الإحساس. والذوق هو عبارة عن، أنا بفكر درجات صح، يعني في عنا، أنا بآمن إنه عند الناس كلها في ذوق، بس بيختلف الدرجات طبعاً. وكيف بتطلع وشو انت اقتبستي او شو اخذتي بحياتك من شو شفتي بالموضة او بالازياء او بايش فرجونا بالميديا، فمنصير ننسب حالنا لانه اوكي حكيت عن الضعف، حكيت عن الملان، انه لا، انه يعني انه لا هيك احلى، هيك هن قالوا لنا، ما بننسى حالنا. فهاي النقطة كثير انا بالنسبة لي مهمة، لانه انا بشوف انه الجمال موجود بكل محل. الجمال يعني احنا بنحكي على طبيعة، يعني على الطبيعة، واحنا جزء من هاي الطبيعة صح. اللي انا بتخيل التركيبة كلها فيها جمال بكل محل. فبدي ارجع تحكي لي التطور اللي صار من زمان، من زمانات، اذا بحكي على فترة الكلاسيكية، على فترة الرينيسانس، على كيف كانت النساء تلبس، شو كانوا الموضة نفسها اللي بنفس الوقت كمان كانت برأيي مضرة للجسم. يعني انه تشوفي اشي اللي هو طبيعي فجاه بيصير اشي تاني، يعني مثل الخصر صح، مثل المشد اللي بيلبسوه من هاي الفتره، وين احنا وصلنا. صحيح صحيح، كتير مبسوطة إنك اتطرقت معي لهذا الموضوع، لأنه عن جد مهم، وفي عنا قلة وعي. يعني كل الجيل الجديد اللي طالع الموضة عم يقتبسها من السوشيال ميديا، كأنه حلو أو مش حلو مش عم بتطلعوا على الموضوع، المهم فلاني لبست بدي ألبس زيها. في كتير تقليد، في كتير نسخ مظاهر، والأوريجينال راح، ما عادش حدا يعني عنده أصل، كله مقتبس، كله نسخ. إذا بدنا نرجع لفترة الرينيسانس، الفترة الإدواردية قبل الحرب العالمية الأولى، كان النساء كانوا مضطهدات، ما كانش عندهم ولا أي حقوق، كانوا ممنوع يدخنوا، ممنوع يلبسوا بناطلين، يلبسوا بس بطريقة اللي هي تبرز الخصر الأنثوي. بقى معيار الجمال هو الخصر النحيف، كل ما كانت نحيفة كل ما كانت جميلة أكتر. فكانوا يلبسوهن مشدات، للي حضر فيلم تايتانيك عفاف، للي حضر فيلم تايتانيك في صورة وهي كيت ماسك العمود الخشب بالفيلم، وإمها بتسكر لها المشد عبتخنقها فيه. فبهذيك الفترة بقت النساء يغمى عليها لأنه بقتش تقدر تتنفس، بس بقت مضطهدة المرأة، ما كانش في عندها رأي، بقت إن تكوني حلوة كوني ضعيفة وأسكتي، هيك كان بهذيك الفترة. لما نشبت الحرب العالمية الأولى كل الزلام راحت على الحروبات تحارب، فمين مسك المصالح التجارية؟ النساء مسكت المصالح التجارية كلها، وما بتقدر تشتغل بملابس اللي هي مش عملية، فاضطروا يغيروا الموضة. الموضة تغيرت، صارت تتلائم مع طبيعة العمل تبعتهن، فصاروا يلبسوا ملابس اللي هي مريحة أكتر، شلحوا المخوخ، ما عادش في كل موضوع الخصر، ما عادش في له أي قيمة وأي، ما عادش بالموضة، ما عادش ترندي. فهذا الإشي إيش صار، إيش أثر على نظرة النساء للحقوق تبعتهن؟ لما قالت أوكي إذا أنا ماسك المصلحة التجارية أنا عندي رأيي، لازم أنتخب، لازم أحكي اللي عندي. وصار في بهذيك الفترة كتير حركات نسائية لتحرير المرأة، لحقوق المرأة. وبالفعل بعد الحرب العالمية الأولى صارت النساء عندها حقوق أكتر، تنتخب، تختار إيش بدها. ومين اللي ساهمت بهذا الموضوع كتير؟ مين؟ جابرييل شانيل، اللي هي كوكو شانيل. في إلها صورة بالأبيض والأسود، أي حدا بيكتب بجوجل كوكو شانيل بتطلع هاي الصورة، اللي هي ماسكة سيجارة
وهي الصوره مش انها تصورت لانها بدها تتصور مع سيجاره، لانه بهذيك الفتره كان ممنوع النساء تدخن بمحل بشكل مفتوح بشكل عمومي. فهي تصورت بهاي الصوره كستيتمنت، كمقوله انه انا بدي اعمل ايش بدي. فهذا الاشي غير الترندي وتبعت الموضه، صارت النساء تلبس ملابس اللي هي مش ضيقه على الخصر من محل اجندي، انه انا بديش ابرز خصري، بديش ابين انثويه زي لعبه الخرسينه. طيب احنا بننهي عند كوكو شانيل هون بهاي اللحظه. بدي ارجع لعفاف الريحه علشان كمان شهتني. إذا حكيت على الاضطهاد مش الاضطهاد مش نضطهد. عفاف لو سمحتي تقولي لنا وين صرتي وإيش عملتي، لأنه كمان لحظة كمان لحظة بدي أبعت لك مساعدة من صبرين. مجبورة صبرين تيجي عندي، صبرين بتعشق الجوز الهند. وكان إحنا يعني بحور وذياب بيناتنا. فهيك راحت الوصفة للي بيشاهدونا، وهاي الوصفة كمان حلوة كتير تكون على بالعيد، والمكونات كتير سهل موجودة بكل بيت. حليب محلى كأس، 200 شوكولاتة لون أبيض، كل باكيت فيه 100، إحنا بدنا 200، وبرش جوز الهند 260، كتير سهل الواحد يتذكرها. وطبعاً الحشوة أي حشوة أنتوا بتحبوها، بنفع عربات حلاف أو بنفع جوز، أنا بحب الجوز معها. بعد ما كورتهم بهذا الشكل اللي هو كتير صغير مش كبير، يعني لقمة واحدة بتكفي، كيف لقمة القاضي بالعوامة، برد برجعها بجوز الهند وبشكلها. اللون الابيض الناصع البياض بجذب، وانا يعني حاليا عم بشكل بالطبقات ربيع. بتعرف انه انا كثير مبسوط انك انت عملتي اشي حلو، وهاي المره ما استعملناش قطر، استعملناش سكر كثير وقطر. صح، وفيش سكر هون بتاتا. هذا هذا، فانا بدي عشان الخصر الرفيع وعشان نرجع للعصر. طيب صبرين. قلتي قبل شوي انك بتحبي جوز الهند، شو رايك تطلعي تتعاملي مع جوز الهند؟ تفضلي. يا ريت اكون قريبه من عشاق. تفضلي تفضلي، احنا بنكمل حديثنا، انا باجي من ورا وبنكمل حديثنا. تفضلي. تمام. صبرين كيفك؟ حبيبتي عفاف يعطيكي الف عافيه. يزيدك يا حلو، شو اخبارك؟ كثير حبيت شو حكيتي عن الخصر الرفيع، ما كانش عندي معلومات عنه عن جد كثير، وقديش الاشي كان يعني صعب صعب يعني، والمليانات شو كانوا يعملوا يعني، كان كأنه كانوا من عامة الشعب يعني، الطبقة الأرستقراطية مستحيل تشوفي واحدة ملانة غاد، كلهم كانوا يضعفوا حالها، معناته كانوا أكلهم محدد كمان. طبعا طبعا كانت حياتهم كتير صعبة، في كتير قصص يعني، أنا بنصح تفوتوا على جوجل وتقروا. أنا مجبورة بعد ما أخلص اللي أنهي اليوم البرنامج مجبورة أفوت وأشوف كيف إنه كنا يعني، إحنا نحمد ربنا إحنا بألف نعمة. صح، اليوم في حرية تكوني بأي قياس بدك، مش الكل راضي بس إنه عندك الحرية الاختيار، وهذا الإشي مهم، الحرية أهم إشي بالحياة. طبعاً طبعاً، أنت حكيتي لي من وراء الكواليس وأنا بعرفك من زمان صبرين، وأنت صديقة لإلي، إنه بتحبي طبات جوز الهند، وأنا عشان هيك عملت لك إياها طبات الرافائيل. وقديش سهلات صبرين، وقديش هوينات، وتقريبا انا صرت بدي انهيه، رح ازين حواليهن هيك بجوز. الحلى من ايش جاي؟ انت ما حطيتيش سكر بتاتا بتاتا. انا تقريبا الحلويات بخفف كميه السكر، ودائما بستبدله بالسكر ستيفيا او سكر بني اللي بيكون اغمق لونه. هون الحلى جاي من الحليب المحلى. وكمان ما حبيتش احشيهن بشيء، لانه على العيد طاوله العيد بيكون كمان كعك العيد. صح. مع التمر مع الشوكولاتات، فهون ما حبيتش كثير احلي واحشيهن او بنوتيلا او بربات حلاب، لا هون حبيت انه بس بجوز. حلو. وهيك عنا التحلى مش كتير يعني، الواحد باكل منها حبتين ثلاثة ومش كتير بتعب منها. انها مش دنقة يعني. صح، مش دنقة. إسا صبرين فاتت لعند عفاف عم بيحكوا عن الطبات اللي عملتهن التحلاي. رح نحكي إسا مع صبرين شوي عن كيف بلبسوا ناس معينين اللي هني ما بيعرفوا عن الموضة وعن كذا، كيف التوجه، وخصوصا بنشوفه مثلا عند الفنانين او عند المقدمين او بالتلفزيون، فبتلاقي انه في شخص اللي بيساعد في اللباس اللي هو ستايلست، فهذا كمان موضوع اللي هو كمان يتحول لمهنه، اللي ممكن اي انسان عنده صعوبه بانه يلاقي لباس معين لمناسبه معينه انه يتوجه لاشخاص مثل صبرين اللي ممكن تكون هي داعمه للموضوع وتساعد بهيك شيء. اخر مشاريعك شو صبرين؟ اليوم اكثر انا مركزه ب بعطي كورسات لاصحابين المحلات التجاريه، صبايا اللي عندهم بوتيكات، على كل موضوع التسويق البصري. الكورونا علمتنا انه اللي مش موجود بالميديا
اليوم مش موجود ابدا. فكل موضوع التسويق وللأسف البصري انا شايفته شوي وللاسف لانه صرنا أكيد كثير اكيد اكيد صرنا بس كل حياتنا هناك اليوم. شو بتقدر تعمل ايه؟ صبرين انا هون هاي مرحبا بدي اسالك صبرين شغلي هسه احنا حكينا كثير شوي هيك تاريخ شوي عن الموضه كذا. اليوم احنا موجودين بعصر اللي هو سريع كل يوم بنشوف الوان اواعي بتنزل يعني الموضه كثير كبيره صح ومن اوروبا ومن الشرق ومن الغرب وصار في خلط بين الحضارات إن كان بالملابس إن كان بالموضة بالتصميم بالموسيقى بالأكل. يعني اليوم كمان حتى عفاف حكينا معاها على موضوع الأكل اللي هو خلط ما بين الشرق والغرب والشرق يعني الآسيوي مثلا. فاليوم أنا بدي أسأل بالنسبة بما أنك حكيت أنك أنت بتساوي كمان دورات وكورسات وبتعلمي اليوم أو مش اليوم اليوم قبل كنا نسمع مثلا بس عن الفنانين عن المقدمين البرامج انه في حد وحدا اللي هو ستايلست اللي بيساعده يلبس. بتشوف انه الفنان بيطلع بمناسبة معينة الاواعي والالوان فاقعة اشي اللي هو ما بيقدر الواحد يمشي فيه بالشارع صح اوفر. وفي بفكر كمان بالموضة اشي اللي هو بنحكي على واقع وبنحكي على شو صح. فقديش هذا الاشي انه اليوم واحد خاص إن كان من رجال الأعمال زي ما حكيت لأصحاب المحلات قديش الفنان أو مقدم برامج أو حدا اللي هو مثلا تعالي تقولي بدي أسميه مشهور أو إله مكاني بيساعده أنه أشوفه أنا بألوان تختلف عن اليوم يوم تبعه باليوم يوم وقديش هذا بضيف لإله كفنان مثلا. طلع بالآخر المظهر الخارجي تبعنا أو اللوك تبعنا بشكل عام بيعطي نوع من المقولة statement وبمرر رسائل غير كلامية. بالآخر أنا بنصح كل حدا بعالم الميديا وبعالم الشوبيز وكل اللي بيشتغلوا وعندهم متابعين يفكروا شو الرسالة الغير كلامية اللي أنا بدي أمررها بمظهر الخارجي لأنه مظهرنا الخارجي بيقول مقولة بالآخر بيقول statement. يعني أعطيك مثال اللي بيلبس الكفية الفلسطينية statement واضح جدا مثلا فبتعلق إيش statement تبعي. للأسف أغلب المشاهير بالحق وكمان هن الموضة أو بيشتغلوا مع شركة معينة اللي هاي الشركة المفروض تسوق البراند تبعها وما يعني بياخدوش بيقولوا أوكي استنوا شوي بلكي هذا الاشي بناسبنيش هاي مش المقولة اللي أنا بدي أعطيها. لا كمان هن بيلحقوا الجيبي بالآخر وبيمشوا حسب إيش متوفر إلهن أكتر. بس ما هو أنت حكيت على شركات معينة بيشتغلوا معها ما هو بتحول الاشي وكأنه إيه 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 كمان تسويقي تسويقي بس تسويق. طب أنا بدي أسأل لسه سؤال إحنا قربنا ننهي حلقتنا وعفاف تقريبا صارت مخلصة الأشياء وأنا حب أذوق لا أنت مندوق على الإفطار سؤالي هيك اليوم أنا باجي بسأل حالي هل أنا اليوم بعرفش ألبس بعرفش أتذوق فش الذوق زي ما حكينا درجات صح. أنا بالدرجة الأولى من الذوق مش بالعالي هل اليوم تكلفة إنه الإنسان يتوجه بتكلف كتير مثلا مصاري استشارات هاي الاستشارات هل يعني كل انسان اليوم بالوضع اللي احنا عايشينه بيقدر يتعامل مع هذا الاشي ولا بيقول هذا لا انا بعيد عن هذا المحل انا مش هناك انا مش بهذا الموقع انه اقدر استشير هيك اشي. بشكل عام انا كتير صبايا بدهن يتوجهوا لي وبخافوا يتوجهوا لي لانه بقولوا طيب كمان بدنا ندفع لك وكمان انت بدك تعملي لنا البيرسونال شوبينج. انا بعمل التسويق باخذ صبايا على الكنيونات وبلبق لهم ملابس حسب الميزانيه تبعتها اذا كان بدها ب 1000 شيكل ب 2000 شيكل بتعلق شيء بدها. كتير بخافوا يتوجهوا لي لانه بفكروا انه الشيء رح يكلفهم كتير. طلع ما هو بتعلق بالاخر شو القيمه المضافه من الموضوع كله. إذا هي جاي عندي أوكي رح أكون معها أول مرة رح تدفع لي بس بعدين رح تشتري لحالها. لو بدها تضلها تشتري كل عمرها رح تشتري لحالها. ليش؟ لأنه التنسيق اللي رح أعملها إياه رح يعطيها طريقة مختلفة لكيف هي بتشوف جسمها وشو الأشياء اللي بتناسبها. فممكن بالأول يكلف بس بعدين رح يوفر عليها مصاري وقت وملابس اللي بتستغلهاش لأنه وأنا بفكر إنه كله هذا بالآخر شخصيتها بتتغير صح. ونظرتها لنفسها بتتغير ثقتها بنفسها وبتنشاف غير شكل صح. فأنا كتير مبسوط أنا يعني أخذت معلومات منك بتجنن. أنا بدي أحول إسا الكلام والحديث والحوار لعفاف عشان تقولنا شو أنهت عشان نقدر ننهي البرنامج بكلمة حلوة منك.
الحلو بهاي الوصفه انها بدون سكر، كيف انا حكيت مع صابرين انه بدون سكر، والحشوه كمان ما حشيتهاش كمان بشيء حلو، لانه على طاوله بالعيد ايامات العيد بكون كثير شوكولاتات والكعك اللي بسميد وكعك اللي بتمر بكون كثير حلو، وبعد شهر كامل من الصيام فالمعده بتكون شوي تعبانه. هاي الوصفه كثير سهله وكثير طيبه، وبامكانها كمان ستات بالبيوت تعملها مع الاولاد اطفالهم. صابرين طبعا من قبل فتره كمان هي اعطتني نصيحه بعالم اللبس وعالم كان عندي مشكله، نورتني وعم بترافقني لكل الوقت حبيبتي. وهيك الوصفه بتكون جاهزه لليوم. طيب شكرا شيف عفاف، بدي انتقل لك صابرين واشكرك كثير 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 انك جيتي. شكرا انكم دعيتوني اليوم معكم. تسلمي واشوف الوجوه الطيبه هاي. اضفتي علينا كثير شيء حلو وجو حلو وخصوصا الجمال. بحب انك تحكي كلمه بمناسبه شهر رمضان الكريم للجمهور اللي عم بيشاهدونا، وننهي الحلقه هيك بابتسام. اكيد اكيد. طيب اول شيء طبعا كل عام وانتم بخير. رمضان كريم. رمضان هو شهر اللي انا الي بيعني لي كثير، لانه بشغلي بشوف كثير تحركات، بوصل الكولكشن تبع العيد وببلش اشتغل مع المحلات التجاريه. فبدي انصح واعطي هيك عيد على الكل بالصحه بالسلام. احنا الحمد لله وصلنا لايام اللي بنقدر عن جد نطلع ونروح ونيجي، وهيك بعد هالوباء اللي صار عندنا شويه حريه خنقنا. فاه بالفعل، فانا بدي اعيد على الجميع ورمضان كريم وصحه وسلامه قبل اي شيء ثاني. شكرا عيد. شكرا شكرا لكم. شكرا صابرين. شكرا لك ربيع. شكرا عفاف ابراهيم. إيه انا بدي اخذ الطبق لانه بعرف اذا راح تلحقي. إيه هذا طبقنا لليوم، هاي تحلاي اللي عملتها الشيف عفاف. إيه شكرا لكم على المتابعه. إيه رمضان كريم وافطارا هنيئا. الى اللقاء.